مالك يا ياسر، عمال تفرق كده ليه؟ مش جاي لي نوم. عملت عملة غريبة. عملة غريبة أوي. مشاير. معقولة لحقت تنامي؟ عايز إيه يا ياسر؟ بذمتك يا بشار أنت جايلك نوم؟ حتى لو مش جاي لي نوم، لازم أتخمد عشان ابنك اللي بيصحيني من النجمة، والست الوالدة اللي ما بيحللهاش إن دي إلا ساعة الفجر زي بتوع اللبن. بقولك يا بشاير، هتسيب بقى من كل الكلام ده وتفتكري حاجة واحدة بس، إنك وحشتيني أوي أوي أوي. شكلك رايق ومعندكش شغل بكرة. وبعدين إيه الحاجات اللي أنت حطها على جتتك دي؟ الدنيا مش باردة أوي للدرجة دي يعني. ما أنت لو إيدك في المية ليل نهار وجدتك هلكانة في مسح وكنس وغسيل، ده غير انك بتهاتي ورا عيل وست عجوزة اعيل منه، كنت بردت اكتر من كده. بس تعرف يا بشاير، مع ان كل اللي حوالينا في الدنيا دي خلي طعمها مش حلو وتزهق كده ودمها تقيل، الا ان في حاجة واحدة بس بتطري على القلب كده وتعدل الدماغ تظبط الموت، ويمكن ربنا سبحانه وتعالى محللها عشان مخصوص، عشان عارف باللي هيحصل لنا. يلا يا ياسر، انجز بقى واعمل اللي انت عايزه علشان الحق اتخيمت وافوق اللي ورايا بكره الصبح. انجز. مش انت اللي عايز؟ انا عاوز حاجه ولا طالب حاجه؟ تكنيله. طيب عملت خير، انا اوريدي متكتكه مش قادره، كنت العدومي في البرد ده. لا مش هينفع كده، مش هينفع كده خالص. لا بقى، لا ده حقي وشرعي كمان.